قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وتنزيل فرقانه وجميل بيانه وخطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال. هذه الليلة المباركة وهذا اللقاء المبارك وفي هذا المكان المبارك أيضا وفي ذكرى استشهاد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نفتتح هذا الصرح المبارك الكريم نراجينا من الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على خدمته ويرزقهم شفاعة محمد وآل محمد وخدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أخواني قدر الإمكان إذا تقدرون تحافظون على التباعد، ضرورة هذه الأخوة وصونا فيها، إذا أكو مجال كل واحد يشمت فد شيء دون زحمة عليكم إذا أكو مجال، لأنه هذه بعد ما أدري توصيات أو شيء، إذا تقدرون بارك الله فيكم، تباعد جيد و يعني توصيات عامة، فإذا أكو مكان الله يوفقكم قدر الإمكان شوية، الله يحفظكم ويبارك فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وخافوا عواقب
لله يا ريب الدهور لست تدري السلام. قالت يا ابن العم
الأصوات. يقول ابن عباس: فدفنت الزهراء ليلا لا نهارا، وسرا لا جهارا. ونحن أيها الإخوة الكرام في تضمي مصيبة الزهراء، روحي لها الفداء. وفي هذا العزاء المبارك، حيث الأخوة المعزين المحبين للزهراء صلوات الله وسلامه عليها ولأولادها، لا بد وأن نتكلم قليلا ثم نختم المجلس إن شاء الله. الأخوة قلبه فرد مقتل، لكن لا بد من وجود كلام نفتتح به مجلسنا هذا إن شاء الله. أخواني، الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تعرضت للإيذاء. بمجرد أن استشهد النبي صلى الله عليه وآله انقلبوا على آل بيت النبوة، وأكو عبارة عن النبي صلى الله عليه وآله عندما يقعدون عند الصحابة ويتكلم يذكر آل الأنبياء، يقولهم: ما لي أراكم عندما أذكر آل الأنبياء تفرحون تبشون تهش أنفسكم، لكن عندما تصل النوبة لذكر آلي، يعني آل محمد، كأنما يفقأ في عين أحدكم حب الرمان. وفرق عبارة مهمة جدا، كل مرة مثلا أذكر آل موسى آل عيسى آل فلان من الأنبياء تكيفون ترتاحون، لكن عندما أصل إلى ذكر أهل بيتي كأنما يفقأ في أحد أو في عين أحدكم حب الرمان. هذا واحد تجيبه وتفقس لك فد رمانه في عينه، شو يصير بها؟ هكذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني دارون مشاعر النبي قدر الإمكان، لكن بمجرد أن رحل النبي صلى الله عليه وآله ووفد إلى ربه كشروا عن أنيابهم وعن أنفسهم الخبيثة، فهاجموا بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذا الهجوم أخواني إلى آثار. من آثار ذلك الهجوم أولاً إحراق باب دار الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. المسعودي في المروج يقول: وجاءوا وقد جمعوا الحطب ووضعوه على بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأمرهم عمر أن يضعوا النار في الحطب فأحرقت الدار. وقالوا له: يا عمر، أن في الدار فاطمة. قال: وإن؟ شوف التحدي. قالوا له: يا عمر، أن في الدار الحسن. قال: وإن؟ الحسين. قال: وإن؟ ولذلك شاعر النيل عندما يجي إلى هالمقطع التاريخي يقول: وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم، بملقيها حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع، وبنت المصطفى فيها ما كان غير أبي حفص بقائلها أمام فارس عدنان وحاميها. كل ما يستطيع أحد أن يتحدى ذلك التحدي إلا إذا كان مملوء قلب حقد على بيت النبوة، وهالبيت اللي دائما يذكر به النبي صلى الله عليه وآله. يقول: كان يخرج إلى الصلاة فيقف، صلاة الفجر بالخصوص، فيقف على بيتي أو على باب دار فاطمة. وطبعاً أخواني ما كانت عمارات شاهقة ولا بنايات، لا لا، كان الجو مفتوح، يعني الجميع يرى النبي صلى الله عليه وآله ما يصنع ما يقول ما يفعل.
فكان قبل أن يذهب للصلاة في المسجد يقف على باب دارها وينادي بأعلى صوته، يجاهر أمام الجميع: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول لمدة 6 أشهر النبي صلى الله عليه وآله يقيم الحج على هؤلاء، ينصب القرائن على بابيتها سلام الله عليها. يخلص من الصلاة يجي يقف يعيد نفس المسألة سبحان الله، وهكذا لمدة 6 أشهر. ثم ينادي بأعلى صوته: باب فاطمة بابي وحجابها حجابي. أمام الملأ: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. شايف من آذاها بعد حياتي كمن آذاها في حياتي، يعني في موتي آذاها في حياتي. كلها قرائن ينصبها أمامهم، كلمات عبارات تأييد وشجب لموقف من المواقف إذا كان. لكن هجموا على تلك الدار وأحرقوا بابها. ثم آثار الهجوم بعد الإحراق، إحراق الدار، أن تعصر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بين الحائط والباب. هذا العصر إيش أدى؟ أدى إلى كسر ضلعها وإسقاط الجنين صلوات الله وسلامه عليها. كسر ضلع الزهراء وأسقط جنين الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قل فبقيت ملازمة للفراش، كانت في مسيس الحاجة إلى الراحة. أسماء بنت عميس يقول: وإذا جاء وقت الغروب، أكو غروب وأكو مغرب أخواني، المغرب يعني الصلاة، الغروب الفقهاء يقولون قبل الصلاة ب 12 دقيقة أو أكثر. فقبل الصلاة بهالمدة هذه يقول كانت تخرج أسماء، يقول الزهراء سلام الله عليها كانت تخرج وتستند إلى جدار البيت وتضع يدها على ضلعها المكسور على صدرها وترفع يديها بالدعاء. أسماء تقولها إيش معنى هالوقت؟ قالت: يا أسماء، لقد سمعت حديثاً عن أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الدعاء في هذا الوقت مقبول سريع الاستجابة. يقول: وكان علي لا ينفك أن يفارق الزهراء في أيام مرضها، يدخل عليها ليلاً نهاراً، يجلس أمامها بجانبها يمرضها يتكلم معها. يوم من الأيام جلس عند رأسها وأخذ رأسها ووضعه في حجره وأخذ يبكي بكاء مرا. يقول الزهراء تشيل إيده وتأخذ من دموع علي سلام الله عليه وتمسح على صدرها وعلى أضلاعها. يقولها الإمام أمير المؤمنين: ماذا تفعلين يا بضعة النبي يا قرة عين رسول الله؟ قالت: يا ابن العم، لقد سمعت حديثا عن أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن دموع المظلوم فيها شفاء. أي مظلومية؟ أي مظلوم؟ الله، لا إله إلا الله. هذا أحد الفقهاء العلماء قالوا لي: أنت إذا تحب، أو لو أن الله تبارك وتعالى الأمين ينكر صاحب الغدير، لو أن الله شاءت قدرته أن يرجعك إلى الحياة، ماذا تصنع؟ تتمنى شو تعيش بيها؟ ماذا تفعل؟ شوف الكلام أخواني. قال: لو شاء الله تبارك وتعالى وأرجعني إلى الحياة لنصبت خيمة في الصحراء في البادية وجلست فيها ليلاً ونهاراً أبكي على مظلومية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يا سيد المظلومين، يا سيدة المظلومين، يا فاطمة،
ولذلك أحرقت الدار وأسقط الجنين أخواني وكسر الضلع وبقيت الزهراء ملازمة للفراش حتى فارقت الحياة. ثم أين دفنت الزهراء؟ شوف الاختلاف في عمرها، الاختلاف في تاريخ وفاتها، الاختلاف في وجود قبرها، صاحبة القبر المخفي. ذكرون أنه في أحد رحلات الحج كان سيد من السادة معاهم في الحج، قديم هذا الكلام في العصور السابقة، عندما وصلوا إلى الحج وكان سيداً محباً لأمه الزهراء، يقول يطلع من الحملة ويروح إلى البقيع، ينتظرون السيد من الصباح إلى المساء يوم يومين ثلاثة، كانت تطول الحملة. فبيوم من الأيام تبعوا للسيد، وجدوا السيد متمدد على التراب ويبكي بكاءً مراً. سألوه وين المدة يومية تطلع من الصبح وتغيب وترجع عند المساء؟ شكو؟ قالوا أفتش عن قبر أمي فاطمة، أنا أفتش عن قبر أمي الزهراء، ما وجدته يا ناس، ما شفت لها آثار، حتى إذا ظهر مولانا صلوات الله وسلامه عليه يكشف عن قبرها صلوات الله وسلامه عليه. الآراء في دفن يا أخواني ثلاث. الرأي الأول يقولون أنها دفنت في بيتها سلام الله عليها، وعليه أكثر آراء الفقهاء والمحدثين من فقهائنا ومحدثينا، ولربما مال إلى هذا الرأي السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقام الشريف. هذا الرأي كان مهم جدا، أنها دفنت في بيتها سلام الله عليها. الرأي الثاني أنها دفنت بين القبر وبين المنبر، ولذلك بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، يتقاتل الناس سنة وشيعة على ذلك المكان، فهو روضة من رياض الجنة. وأما الرأي الثالث أنها دفنت في البقيع، شيخ المفيد يقول فليقف الحاج الزائر ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى ابنتك الطاهرة المطهرة التقية النقية الحوراء الزكية، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، حتى يكسب أجر الزيارة للمواقع الثلاث. وهكذا وهكذا، ولا أريد أن أطيل، فالليل كما طلب الأخوة الأعزة الأجلة المكرمين القائمين على خدمة هذا المأتم الشريف بارك، اقرأ الزهراء سلام الله عليها ملازمة للفراش، تأن تتقلب تقلب، نعم تتململ تململ السليم، تتقلب يمينا وشمالا بينما هي كذلك حرصت على علي أن يأتي، فجاء علي سلام الله عليه جلس عند رأسها أوصته بوصاياها، قالت يا ابن العم اصنع لي تابوتا نعشا قد ذكرته الملائكة صورته الملائكة، ولا تتزوج إلا بنت أختي أمامة فإنها تكون أقرب لأولادي الحسن والحسين وزينب، ثم يا علي لا تدع هؤلاء الذين ظلموني وغصبوا حقي أن يحضروا تشييعي ولا دفني ولا الصلاة علي، يا علي أما أنا إن أموت فادفني ليلا لا نهارا وسرا لا نهارا، وأما الوصية الأخرى الأخيرة فإذا حلت علي التراب تعاهد قبري بالقرآن. ثم خرج علي من الدار والتفتت فاطمة إلى أسماء بنت عميس، قالت أسماء قالت بلى سيدتي، قالت يا أسماء احضري لي ما غلوه والكفن
وباقي الحنوط الذي هو من حنوط أبي رسول الله. جاءت الأسماء بالكفن وبالماء وبالحنوط وضعته في حجرة السيدة سلام الله عليها. ثم أن الزهراء في مثل يوم استشهادها اغتسلت ولبست أحسن ثيابها وكل ثيابها حسنة جميلة مطيبة طاهرة مباركة، وجلست في محرابها وقالت أسماء: بل أفداك أبي وأمي. قالت أسماء: أنا أريد أن أقرأ القرآن، ناديني بين الفينة والفينة، فإذا انقطع صوتي فاعلمي أنني قد فارقت الحياة. أسماء تقول: دخلت الزهراء وأنا أغلقت باب الحجرة. يقول: وأخذت تقرأ القرآن وأنا أخذ الدار عرضا وطولا. فرحة مستبشرة حيث أسمع الزهراء تقرأ هناك، وإذا بصوت الزهراء ينخفض يهبط قليلا 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 قليلا، ثم انقطع صوتها. ناديت عليها بأعلى الصوت: يا ابنة رسول الله جاوبيني، يا قرة عين النبي جاوبيني. فلم تسمع الجواب: يا بنت خير من وطأ الحصى والثرى جاوبيني. فلم تجبها: يا ابنة خير من حمل الراكب بأطراف الردى جاوبيني. فلم تجبها: يا ابنة خير من أسري به من عرج به إلى السماء فصلنا بملائكة الرحمن مثنى مثنى جاوبيني. فلم تجبها. عندها دخلت أسماء إلى الحجرة، شافت الزهراء مغطية نفسها وروحها بذلك الكفن. يقول: فوقعت عليها: ابلغي رسول الله صلى الله عليه وآله مني السلام. وبكيت عندها بكاء بكاء مرة. يقول: بينما أنا كذلك وإذا بالباب تطرق، قمت فتحت الباب وإذا بالحسنين حسن وحسين. أسماء: أين أمنا فاطمة؟ قلت لهم: سادتي أمكم في الحجرة تقرأ القرآن، الآن أجلب لكم الطعام. قال: يا أسماء، متى علمت أننا نأكل الطعام بدون أم من الزهر؟ أمكم نائمة، ليس بمحل نومها يا أسماء. يقول: أسماء اختنقت بعورتي، ما قدرت أنا. قلت: سادتي عظم الله لكم الآن باستشهاد أمكم الزهراء. أسماء تقول: أنا أنظر إلى الحسن، وقد جلس عند رأسه وقد وضع خده على خده ينادي: أمّا يا 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 جاوبي، أمّا جاوبي قبل أن تبارك روحي الحياة. رأيته جالسا عند قدمي فاطمة وقد وضع راسه بين قدمي ينادي: أمّا يا 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 أنا أنا صوت الحسين، أنا الحسين. كلميني قبل أن ينصدع قلبي من نومتي، جعلي معك سورة الضلعين من نومتي جعلي.
الله عليه دخل إلى الدار، جلس عند فاطمة، أبكى بكى بكاء مرا، بكى بكاء عاليا، ثم جهز آل الغسل، أسماء تصب الماء وعلي يغسل الزهراء سلام الله عليها. قل أسماء: بينما أنا كذلك، وإذا بحليم قد سحب يده وانتحى جانبا، أخذ زاوية من الغرفة، يقول: ووضع رأسه بين ركبتيه وأخذ يبكي بكاء مرا. يقول: حتى إذا هدأ بكاؤه ناديت عليه، قلت له: سيدي يا أبا الحسن، أنتم تعلمون الصبر، ما هذا الذي أراه منك؟ يقول: أن وحن ودموعه على خدي. التفت إليه قال: يا أسماء، الصبر جميل، ولكن يا أسماء لا صبر على فاطمة. كل شو لا فاطمة، كل شو لا فاطمة. يا أسماء، بينما أنا أغسل الزهر مرت يدي على ضلع المكسور. يقول: ثم أنه كفنها وعقد العقدة الأخرى من عند الرأس، ثم التفت إلى الحسن والحسين وزينب: هلموا هلموا وادعوا أمكم فاطمة. يقول: فقذفوا بأنفسهم على صدرها الشريف. يقول: والعيش الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد رأيت الزهراء قد أخرجت يديها من تحت الكفن، وضمت الحسن والحسين وزينب، ومنادي المنادي من السماء ينادي: يا علي، نح الحسنين عن صدرهم من فاطمة. فوالله لقد أبكي ملائكة السماء، يا 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 وأخرجت الزهراء ليلا ما نأرى سرا ما جأرى. ومنوا لي شيحة مجموعة ثمانية وأكثر أخواني: علي، حسن، حسين، عمار، حذيفة، مقداد، أبو ذر، عبد الله بن مسعود، وهذا المجموعة سلمان. هؤلاء الذين خرجوا خلف الزهراء، وجاء بها علي صلوات الله وسلامه عليه، وضعها هناك. نعم، وهم في الدفن، يقول: جلست زينب من مكان الصبية صغيرة، جلست مرعوبة من نومها، جاءت إلى مكان أم الزهراء فلم تر الزهراء في مكانها. Ah!
متى أضلع وحد أنكسر يا أبويا تدرون ويا أكل قضاء باب العزية. مولاتي زينب يا زهراء ترى أنتي غسلتي وحنقتي كفنتي صلي عليه شيعت علي وأولاده والمشيعين الباقين وشيع الآخرون ودفنتي لكن ليتك حاضرة عندما جن الليل على زينب وقد فقدت أحبتا مضرجين كالأضاحي على رمضاء كربلاء بغير غطاء ولا وطء. نعم جن علي الليل وقفت أخذت تنظر يمينا وشمالا نادت واجدنا ومحمدا وأطاع يا وعليا وأمها وفاطمة وأخا وحسنا وغربتا ووحدتنا وكأني بها أنت وحنت تدافعت دموعها على خدي صاحت لي لجلي يا ميل لي ما ميل لجو القاحين علي علي يا بوي بوي اللي وصل إلى صاحبة الضلع المكسور بالله عليك ولمهم ولمهم هاي زينب الصيح ولمهم أخوت منين أجيبنهم أخوت منين أجيبنهم ولا أعلى أعلى إيه أخوت مني لا تقصر لا تقصر أخوت مني جيبنهم ولا وبعد يا يوم بقلبي زاد يا شيعة ولا مشوا عني وقمت أصفد بدي آهنا يا فاطمة آهنا آهنا يا فاطمة والآهنا يا فاطمة آهنا يا فاطمة آهنا يا فاطمة آهنا يا فاطمة آهنا
آه يا فاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا إنا نسألك بحق المضطرة بين الباب والحائط فاطمة. اللهم إنا نسألك بحق المضطرات يوم عاشورا. اللهم إنا نسألك بحق المضطر في ظلم المطاعم والسجون. اللهم إنا نسألك بحق المضطر تحت حواثر الخيل أبا عبد الله. اللهم إنا يلا حضر قلبك. اللهم إنا نسألك بحق آخر نفس لأبي عبد الله الحسين اغفر ذنوبنا. يا الله تقبل أعمالنا، اشرح صدورنا، بيض وجوهنا، فرج همومنا، اقضي ديوننا، وسع أرزاقنا، شافي مرضانا، ارحم موتانا، عجل قبور مولانا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعلنا من القائمين على خدمتك والمدافعين بين يدي وطالبي النصر لحضرتي سلام الله عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفر والمنافقين. اجعل راية الحق هي العليا وراية الشرك والنفاق هي السفلى. أعدى شيعة أهل البيت في مشارق الأرض وفي مغاربها، مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا، اجعلهم طرائقا قددا لا ترضي الولاة عنهم أبدا. اللهم اجعلهم يلتقوك وأنت عنهم غضبان يا الله، واجعلنا نلتقيك وأنت عنا راض يا الله. اللهم وانظر نظرة رحيمة يا مباركة لقائد الإصلاح الأخ المجاهد العزيز السيد مقتدى الصدر حجة الإسلام والمسلمين السيد الصدر، أعزه الله ووفقه الله، بارك الله في سدد فضاء يده ورعاه. المؤسسون تقبل لهم عملهم. السيد الشهيد الصدر ونجله وعلى من مات على محبة الزهراء وأبنائها، على محبة رسول الله وأمير المؤمنين، وعلى من مات على ولاية أمير المؤمنين. أمواتنا أمواتكم جميعا، أموات السامعين الحاضرين جميعا، علماء الشهداء، شهداء سرايا السلام جيش الإمام، وعلى من مات على ولاية أمير المؤمنين. بلغ اللهم الجميع الفاتحة معطرة مسبوقة مرفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى أعلى أصواتكم.